وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية. سعادة الدكتور الشيخ عبد الله، بعد التحية، حققت مملكة البحرين العديد من الإنجازات في المجال الدبلوماسي، ومن أبرزها توقيع إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل. لو تحدثنا أكثر بخصوص هذا الموضوع. مساء الخير. لطالما قاد سيدي حضرة صاحب الجلالة دبلوماسية متوازنة لمملكة البحرين، قوامها الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. ومنذ أن وقعت المملكة على عيان تأييد السلام في واشنطن وإنشاء علاقة دبلوماسية وسلمية مع دولة إسرائيل، وقيامنا في وزارة الخارجية بتنسيق ومتابعة كافة الجهود الوطنية في بناء هذه العلاقة، وجدنا بأن رسالة البحرين المتمثلة في السلام والتعايش والازدهار كانت دوما ما تعلو فوق هاماتنا. ومن خلال عملنا في بناء هذه العلاقة الجديدة وجدنا آفاقا رحبة للتعاون وأبواب مفتوحة في كافة المجالات. فهناك فرصا واعدة في مجالات عدة مثل نقل التكنولوجيا والابتكار والمعرفة وبناء الجسور بين الشعوب. لكن بناء هذه العلاقة مع دولة إسرائيل لا يعني تخلي المملكة عن قضية العرب والمسلمين الأولى. فدعم المملكة للقضية الفلسطينية لم ولن يتغير. البحرين داعمة لحل الدولتين، في البحرين داعمة لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. نعم سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.